استعرضت وزيرة التنمية المحلية منال عوض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال وجهود حل أي مشكلات أو معوقات تواجه أصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم. هذا وأكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون لتسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطنين، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية. في أسواق البترول العالمية ارتفعت أسعار النفط بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة بدعم من خطة أمريكية لشراء النفط لتعزيز الاحتياطي الاستراتيجي، بينما واصل المستثمرون التركيز على التطورات في الشرق الأوسط. على صعيد التداولات زادت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.6% إلى 71 دولار و86 سنت للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.7% إلى 67 دولار و83 سنت للبرميل. ارتفعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.1% لتصل إلى $2.18 سنت للتر، كما زادت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.6% لتسجل نحو $2.43 سنت لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع بفضل سلسلة من نتائج أعمال الشركات، غير أن التوتر في المنطقة حد من المكاسب، وصعد المؤشر السعودي 0.1% بينما صعد مؤشر أبو ظبي 0.1% بدعم ارتفاع سهم شركة بروج القابضة 0.4%. ارتفع مؤشر دبي 1%، فيما صعد المؤشر القطري 0.8% بعد ارتفاع سهم بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج 1.1%، كما ارتفع سهم صناعات قطر 0.7%. أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة سوفت بانك أنه على يقين بأن الذكاء الاصطناعي الفائق سيصبح حقيقة، مشيرا إلى أن الأمر سيتطلب استثمارات ضخمة بمئات المليارات من الدولارات لتحقيقه. ذكر الرئيس التنفيذي أمام جمع من قادة الأعمال والتكنولوجيا وتمويل العالميين في مؤتمر بالرياض أن الذكاء الاصطناعي الفائق سيكون أذكى من الدماغ البشري ب10,000 مرة، مع توقعات بأن يكون واقعا بحلول عام 2035.